عدنا في هذه الحلقة تلقيح الحملان وبعض النعاج ضد التسمم المعوي وتجريع بعض النعاج. هذا المنتج كلوز كير 5%، هذا من أجل نغف الأنف، ديدين الأنف. وضعت الفيديوهات في الحلقات السابقة، الفيديوهات دودة نغف الأنف، هذيك اليرقة. إذن هذا كلوزونتير 5%. من أجل التلقيح ضد التسمم المعوي، الاتصال بالبيطري. زائد نجرع مثلا اليوم، ثم بعد 30 يوم، ثم كل 6 اشهر. مثلا عندنا هذا النعجة الحامل، لقحناها قبل شهر. الآن التلقيح الثاني أيضا. من أجل حماية الحملان، زائد تعليم. هذا عمره مثلا عدة أيام، التلقيح الأول. هذه أيضا حامل، لقحناها شهر قبل. إذا اليوم هو التلقيح الثاني، ثم كل 6 أشهر مرة، زائد تعليم. هذا مثلا عمره 10 أيام. هذا الخروف صاحب ذات الرئة، عنده أيامات.
وحل هي هذا عمره 10 أيام. كما هذا بعد 30 يوم، ثم مرة كل 6 أشهر. هذا أيضا 10 أيام. نعجه في فترة الحمل ثاني. نفس الشيء نعجه في نهاية الحمل. Shh.